المباراة المنتظرة السوبر المصري ديربي القاهرة، مباراة القمة، ديربي العرب، سميها زي ما انت عايز تسميها. مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، هنتكلم في كل تفاصيلها. حلقة هيكون موجود فيها كمية معلومات وكمية كلام عن الاهلي والزمالك ونتائجهم السابقة وماتشات السوبر وبطولات كل واحد فيهم والجاهزية الكاملة للفريقين واللعيبة الغايبة هنا وهنا والتشكيل المتوقع وتوقع نتيجة المباراة وكل التفاصيل. فكمل معايا الحلقة لآخر، وقبل أي حاجة قول لي توقعك لنتيجة المباراة بين الأهلي والزمالك. المباراة ممكن تخلص كام في ملوك التوقعات الجامدين بقى، محدش يقول لي دي مباراة قمة وخارجة عن التوقعات، مستني توقعك كده النتيجة كام وكمان مين اللي هيسجلوا الأهداف. وزي ما احنا متعودين كل الكومنتات الصحيحة هتكون موجودة معانا في تحليل ما بعد المباراة، فمستني كومنتاتكم كده. وأي سؤال حابب تسأله اسألهولي في الكومنتات، لأن بكرة في حلقة تانية بإذن الله برضو عن الأهلي والزمالك، دي مباراة السوبر يا جماعة، هنتكلم فيها برضو عن التشكيل الأفضل للزمالك وللأهلي ونقاط الضعف والقوة هنا وهنا وتفاصيل كتير قوي في حلقة النهاردة وحلقة بكرة. أي سؤال عندك أشوفه في الكومنتات وهجاوبك عليه في حلقة بكرة على طول ونتناقش مع بعض كده. اخبط بقى لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في القناة، فعل الجرس، وفولو على صفحتي على الفيس، لأن بإذن الله ممكن في أثناء الماتش وبعد الماتش نطلع لايف عليها كده. ويلا بينا بقى نبدأ. كور العالية روكسون القاضي مونكون شاط الجول، القاضي مونكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المباراة المنتظرة. خلينا ندخل كده في الحلقة واحدة. الأول هنتكلم عن شوية أرقام وإحصائيات ومواجهات مباشرة بين الأهلي والزمالك. ده معاه كام سوبر، الأهلي خد كام سوبر من الزمالك، والزمالك خد كام سوبر مباشر من الأهلي. هنتكلم شوية عن كولر وهنتكلم عن فيريرا كمان، هنتكلم عن اللعيبة الغايبة هنا وهنا وهنتكلم عن تفاصيل كتير قوي. فالأول نبدأ بالأرقام، بعد كده أدخل لك على الزمالك الأول، بعد كده الاهلي. خلي بالك انا اهلاوي والناس كلها عارفة انتمائي ايه، طالع لك بتشيرت النادي الاهلي، واكيد طبعا بتمنى فوز النادي الاهلي. لكن انت لو زملكاوي كمل الحلقة، اوعدك هتنبسط، لاني لما هاجي اتكلم عن الزمالك واجي اتكلم عن فريقك هدي لك حقك بالظبط، وهنتكلم عن الزمالك بكل منطقية وبكل واقعية واحترام كده. فكمل الحلقة لاخر وشوف كلامي عن الفريق ده والفريق ده ومين فيهم الاجهز لمباراة السوبر واللي هيقدر ياخد اللقب كده. نبدأ الاول بالارقام والاحصائيات. البداية طبعا مباراة السوبر بإذن الله هتكون يوم الجمعة الساعة 7 في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد، التحفة المعمارية كده. هنتفرج على كرة نظيفة يا جماعة، هنتفرج على كاميرات نظيفة وزوايا تصوير محترمة، أخيرا هنعرف اللعيبة وهنشوفهم كده وهنعرف بنتفرج على مين، مش هنقعد نخمن مين اللاعب اللي معاه الكرة ده. هنشوف تكتيك الفريقين وهنشوف تكتيك المدربين، غير بقى الدوري المصري والقنوات الاس دي والجودة الضعيفة اللي بنتفرج عليها، لا احنا هنشوف شغل عالي تاني خالص. طبعا المباراة مذاعة على اون تايم سبورت ومذاعة كمان على ابو ظبي الرياضية، ممكن تشوفها هنا او هنا، والجودة هنا او هنا هتكون اتش دي طبعا. خلينا الاول نتكلم كده ان نادي الزمالك هو بطل الدوري وهو كمان بطل الكاس، والنادي الاهلي وصيف الدوري ووصيف الكاس. وصيف الدوري مش المركز الثالث، لان الدوري ده مش الدوري اللي فات، لا ده الدوري اللي قبله كده، لان الدوري اللي فات الزمالك خده لكن الكاس لسه مخلصش يا باشا. فدي مباراة السوبر اللي قبل اللي فاتت كده، لسه اللي فاتت ما اتلعبتش كمان، احنا متاخرين على طول وخلاص خدنا عن الكلام ده وعن الموضوع ده. انت في الايجيبشن ليج يا باشا، يعني كل العك موجود عندك. فطبعا الزمالك كان واخد الدوري وخد الكاس كمان، فهو البطل بتاع الاثنين، بيلعب مباراه السوبر قدام الاهلي، وصيف الدوري ووصيف الكاس. لكن خلي بالك السنه اللي احنا بنلعب فيها دي الاهلي كان فيها بطل بطوله دوري ابطال افريقيا، والسوبر الافريقي كمان كانت قدام كايزر تشيفز بطوله افريقيا، والاهلي كان بطل افريقيا فيها. السنه اللي بعديها بقى الزمالك خد الدوري كده، والكاس لسه بيتلعب ولسه السوبر، والاتنين خسروا فيها افريقيا، عشان تبقى عارف بس احنا في انهي سنه كده عشان الموضوع ملخبط الناس كلها. ده كده بالنسبه لمين بطل الدوري ومين بطل الكاس، خلاص عرفنا ان الزمالك. خلينا نخش بقى ونتكلم على مباراه السوبر، مين اكتر فريق واخد السوبر. طبيعي طبعا النادي الاهلي هو اكتر فريق في مصر واخد كل البطولات، الاهلي واخد 11 سوبر يا جماعه، 11 سوبر للمارد الاحمر، بعيد بفرق كبير جدا عن اقرب حد ليه،
الاهلي لعب نهائي السوبر 15 مره، كسبها 11 مره من ال 15 وخسرها في 4 مرات بس، لكن الزمالك بقى معاه السوبر 4 مرات كده من 9 مرات، يعني اقل من النص. لعب النهائي 9 مرات قدر ياخد فيهم البطوله 4 مرات بس، بيخسر السوبر اكتر ما بيكسب، خسر 5 مرات وكسب 4 عكس النادي الاهلي اللي من 15 كسب 11 وخسر 4 بس. يعني الاهلي نصيبه في السوبر بيكون اكبر كبطولات وكمان نسبه فوز بالنهائي، الاهلي فرصته دايما بتكون اكبر من الزمالك. خلينا بقى نتكلم عن الفوز المباشر، الاهلي خد كام بطوله سوبر من الزمالك والزمالك خد كام بطوله سوبر من النادي الاهلي. النادي الاهلي خد 5 بطولات سوبر مصري كده من الزمالك، رقم كبير ان ناخد 5 بطولات من الزمالك عكس الزمالك اللي خد بطولتين بس من النادي الاهلي، يعني اتقابلوا في نهائي السوبر 7 مرات كده، الاهلي كسب 5 والزمالك كسب 2، افضليه برضو للنادي الاهلي في المواجهات المباشره في السوبر. اولهم كانت 2002-2003 اتعادلوا الاثنين تعادل سلبي، دخلوا ضربات ترجيح كده قدر يكسب النادي الاهلي 3-1 ويتوج باول بطوله سوبر على حساب الزمالك. بعد كده تاني مره كانت في 2007-2008 قابلوا بعض برضو والاهلي كسب 2-0 وخد بطوله السوبر الثانيه في تاني مواجهه مع الزمالك. بعد كده 2013-2014 قابلوا بعض برضو والنادي الاهلي بيتفوق بضربات الترجيح وبياخد السوبر الثالث من الزمالك على التوالي. ثم في سنه 2014-2015 برضو بيفوز النادي الاهلي للمره الرابعه كده، بيفوز 3-2 على الزمالك وبياخد برضو البطوله، 4 سوبر ورا بعض بيقابلوا بعض والاربعه بيكسب فيهم الاهلي، لحد ما الزمالك في 2015-2016 اول فوز على النادي الاهلي في السوبر قدروا يكسبونا بضربات الترجيح مش في المباراه كده، النتيجه المباشره بقت 4-1. بعد كده في 2017-2018 بيفوز الاهلي من جديد على الزمالك 3-2 وبياخد السوبر للمره 5 من الزمالك كده 5-1. بعد كده 2018-2019 الزمالك بيفوز على الاهلي وبرضه بضربات الترجيح، يعني الزمالك ما قابلش الاهلي في السوبر وكسبه غير مرتين، الاثنين بضربات الترجيح جوه الماتش ما عملهاش قبل كده. هل يا ترى الزمالك في يوم الجمعه الجاي هيحاول يوصل لضربات الترجيح اللي بيقدر يكسب بيها النادي الاهلي لما بيلعبوا في السوبر، ولا الموضوع هيكون صعب والمباراه هتخلص جوه الماتش كده؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات، هل تكون المره السادسه للنادي الاهلي في الفوز على الزمالك ولا تكون المره الثالثه للزمالك كده؟ الله اعلم. طيب خلينا نبص بقى في اخر ماتشات للاثنين. تخيل ان الزمالك اخر 5 ماتشات لعبها عموما كسبان الخمس ماتشات ولا تعادل ولا خسر. برضو لما تبص على النادي الاهلي الناحيه الثانيه اخر 5 ماتشات لعبها برضو كسب الخمس ماتشات ولا تعادل ولا خسر. يا جماعه الاثنين كسبانين اخر 5 ماتشات ليهم. طيب اخر 5 ماتشات بقى مباشره بين الاهلي والزمالك ايه اللي حصل فيها؟ الزملكاويه حاسين ان هم ليهم افضليه على الاهلي في الفتره الاخيره لانهم فعلا كسبوا اخر مباراه نهائي الكاس اللي قدروا ان هم يكسبوه على النادي الاهلي بنتيجه 2-1 كده، دي اخر مباراه الزمالك فعلا كسب الاهلي. لكن النتائج المباشره الاهلي متفوق يا جماعه في اخر 5 ماتشات، الاهلي كسب 2 الزمالك كسب مره والتعادل كان حاضر مرتين، لان في نهائي الكاس الزمالك كسب الاهلي 2-1 لكن قبليها السنه اللي فاتت في الدوري قدرنا نكسبهم طبعا الفوز الكبير 5-3 للنادي الاهلي، وتعادلنا في الدور الثاني 2-2، والموسم اللي قبليه كده في الدوري برضو ماتشين الدوري كسبناهم الدور الاول وتعادلنا برضو الدور الثاني، فالنادي الاهلي قدر يكسب مرتين، الزمالك كسبان مره في الكاس واتنين تعادل كده، فدي اخر 5 ماتشات بين الاثنين، فالافضليه للاهلي في اخر 5 مرات قبلوا بعض، الافضليه للاهلي في السوبر في المواجهات المباشره، الافضليه للاهلي انه واخد 11 سوبر قدام 4 بس للزمالك. كل الارقام التاريخيه طبعا بتنصف النادي الاهلي، لكن ملناش دعوه بالتاريخ دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه يا جماعه. الزمالك فايق، الزمالك قوي، الزمالك عنده استقرار، الزمالك واخد دوري وكاس واخد البطولات المحليه في اخر فتره، النادي الاهلي متذبذب مغير المدرب بتاعه، لكن الدوافع موجوده بقوه عند الاثنين، الزمالك عايز يثبت نفسه كده، الزمالك عايز يقول انا اقوى من الاهلي والفتره دي فترتي، انا خدت الدوري والكاس وهاخد السوبر كمان. خلي بالك فيليرا اخر مره خد مع الزمالك دوري وكاس لعب السوبر قدام الاهلي خسر السوبر من الاهلي وتمت اقالته بعد السوبر على طول ومشي ورجع تاني دلوقتي. هل السيناريو يتكرر هو هو؟ هل يكون كسب الدوري والكاس ويخسر برضه السوبر ويمشي؟ الله اعلم، اتمنى ان طبعا ده يحصل لكن الله اعلم ايه اللي هيحصل. خلينا ندخل بقى على الزمالك الاول نفصصه كده وندخل بعديه على الاهلي. نادي الزمالك المستقر جدا حاليا اكتر من الاهلي كمان، ودي من المرات النادره يا جماعه بصراحه ان اشوف في استقرار في الزمالك اكتر من الاهلي. الاهلي مغير مدربين كتير جدا، الاول كان عندك موسيماني مشيته، جبت بعديه سامي قمصان شويه، بعد كده جبت سواريش مشيت سواريش، وجبت بعديه كولر اللي بقاله 4 ماتشات بس، هن
هنتكلم عليه على جنب كده لما ندخل في الاهلي. لكن الزمالك بقى عنده استقرار ماشي بفيريرا اللي عنده دعم قوي جدا من كل جماهير الزمالك ومن الاعلام كمان بيقولوا عليه البروف بيسندوه بكل قوه. الراجل بصراحه عامل تيم محترم مع الزمالك قدر باقل العناصر الموجوده بعد ما مشي ناس كتير وكان في وقف انتقالات كده انه ياخد معاهم الدوري فطبعا ماشي بشكل كويس جدا والزمالك قطتهم دايما جمل. فلما خدوا الدوري وخدوا الكاس مع الراجل دوان بس خلاص بقى عظيم العظماء كده. ففيريرا عنده دعم قوي جدا من جماهير الزمالك واعتقد ان هو بيتمتع باستقرار ان الراجل حاسس ان حتى لو خسرت في مباراه السوبر اكيد انا مش همشي بعد المباراه دي. الراجل بيتمتع بدعم قوي جدا من الجماهير ودي حقيقه بصراحه ويستاهلها وده اللي المفروض يحصل من الجماهير دايما. الزمالك عنده غيابات في 3 لعيبه و3 اوراق مهمين جدا. اولهم دونجا لاعب نص الملعب المقيد في قائمه الزمالك لكن لسه ما لعبش معاهم ولا ماتش ما يعتبرش غياب قوي يعني مش هياثر عليهم لانه لسه اصلا ما شاركش. عنده طبعا الغياب الابرز في محمود حمدي الونش المدافع بتاع نادي الزمالك ومدافع منتخب مصر دي ضربه قويه جدا للزمالك بصراحه قبل الديربي. الونش مش هيكون موجود مع الزمالك كده في المباراه خلاص رسميا بسبب الاصابه. كمان عندهم ابراهيم نضاي غايب 3 او 4 اسابيع شهر كده فبرضه ابراهيم نضاي مش هيكون موجود اللي اول ما جه كده كان بيلعب اساسي مع فيريرا برضه ضربه موجعه لكن مش قوي. الراجل لسه جاي ما لحقش يعني ان هو يندمج مع الفريق لكن انا شايف ان البديل بتاعه مش موجود ومش متاح في الزمالك. عنده مشكله الزمالك في المركز ده وينج عندك زيزو موجود. الناحيه الثانيه بقى ابراهيم نضاي مين اللي ممكن يلعب مكانه من بعد رحيل بن شرقي الزمالك ما لقاش لسه ضلته في المكان ده. دي كده غيابات نادي الزمالك هل هي الغيابات المؤثره جدا في السوبر؟ انا شايف ان الونش مؤثر جدا وابراهيم نضاي كمان مؤثر بصراحه غيابات قويه عند الزمالك لكن مش كتير. نفس الكلام عند النادي الاهلي الغيابات برضه مش كتير لكن خلينا نبص الزمالك عنده دوافع قويه جدا عايز ياخد مباراه السوبر عايز يكسب النادي الاهلي تاني. الموضوع قوي عندهم والموضوع مهم عندهم. شفنا طبعا استقبال جماهير الزمالك للفريق بتاعهم وشفنا كمان استقبال جماهير النادي الاهلي برضه للفريق بتاعهم. الزمالك لسه لحد دلوقتي ما اعلنش عن القائمه بتاعته ورجع له طبعا حسام عبد المجيد اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي لكن رجع للزمالك وهيلعب مباراه السوبر. كان في مشاكل في موضوع حسام عبد المجيد لكن الموضوع انتهى خلاص بالتراضي بين الزمالك والمنتخب كده وحسام عبد المجيد موجود مع الزمالك خلاص. خلينا ندخل بقى كده على النادي الاهلي ونتكلم عنه شويه. النادي الاهلي اللي اقل استقرارا حاليا من نادي الزمالك. مارسيل كولر لسه ماسك لعب 4 ماتشات مع الاهلي لكن عامل ارقام مميزه جدا. الراجل كسب الاربع ماتشات الراجل قدر يسجل فيهم كلهم وما دخلش في شباكنا ولا هدف يا جماعه 4 كلين شيت ودي اهم حاجه مميزه عند الراجل. اتمنى انها تستمر باذن الله في مباراه السوبر وما يدخلش جوال في النادي الاهلي. الراجل عامل منظومه دفاعيه مميزه جدا وبيساعده كمان العناصر الموجوده. عوده اكرم توفيق في الباك يمين قوتك جدا دفاعيا رغم انه مش مميز هجوميا قوي لكن دفاعيا الراجل بيعمل ال 100% والفوق ال 100% كمان بيقفل الجبهه بتاعته وبيزيد كمان في نص الملعب وبيغطي على الدفاع وبيعمل كل حاجه. فاكرم فايده جدا دفاعيا. محمد عبد المنعم اللي في فورمه هايله بصراحه حصلت له اصابه في انفه كده لكن هيكون موجود وحاضر هيغيب من بعد المباراه دي وهيعمل عمليه ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. لكن في السوبر هيكون موجود كمان محمود متولي جنبيه عاملين دويتو مع بعض محترم. طبعا في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج اللي للاسف هو اول غيابات النادي الاهلي. خبطه قويه جدا للاهلي زي خبطه الونش هناك كده. اليو ديانج لاعب مهم جدا واساسي مع كولر على طول خلاص مش هيكون موجود رسميا ما سافرش مع الفريق اساسا. فديانج اول غيابات الاهلي. كمان في غياب لمحمود كهربا اللي زيه زي دونج هناك ما يعتبرش غياب قوي لان الراجل ما لعبش معاك اساسا من اول الموسم متايد برضه في القائمه لكن لسه الغرامه بتاعته ما اتدفعتش فكهربا بره الموضوع كده. كمان عندك غياب لعمار حمدي اللي برضه متايد معاك في الفريق لكن لسه ما تعافاش من الصليبي ان شاء الله يرجع لنا في اقرب وقت. دول غيابات النادي الاهلي. انا شايف ان ديانج هو الغياب الابرز طبعا في نص الملعب لكن موجود عندك عمرو السوليه وحمدي فتحي باذن الله يسدوا. اليو ديانج برضه كان غايب في مباراه القاضيه ممكن لو نفتكر هو والونش الاثنين فنسال الله التسهيل كده ومحمد مجدي قفشه يجهز نفسه. المباراه كمان يوم الجمعه فمستنيين بقى قاضيه جديده. طبعا النادي الاهلي عنده دوافع قويه جدا انه يفوز بالمباراه واعين محلي بقالنا فتره. الجماهير مش راضيه لا عن اداء اللعيبه ولا عن المدربين ولا عن الاداره كمان. كل الدعم طبعا لكولر مستنيين منه اداء عظيم. الراجل عمل ماتشات كويسه مع الاهلي مستنيين مباراه الديربي هي الاهم هي اللي بتديك كريدت كبير جدا مع الاهلي وهتديك دفعه لقدام كده والجماهير هتطير بيك اكيد لما تكسب الزمالك وتاخد اول بطوله ليك في خامس ماتش ليك. بس مباراه مهمه جدا لكولر لازم يركز فيها ويذاكر لها كويس جدا وباذن الله النادي الاهلي يخرج من المباراه كسبان وشايل السوبر. طيب طريقه لعب الفريقين
هنتكلم بقى كل فريق هيلعب ازاي في ارض الملعب. كولر هيلعب زي ما بيلعب على طول، هيلعب جيم استحواذ بشكل كبير جدا، مأمن دفاعه بالرباعي الثابت ورا محمد الشناوي كمان فايق جدا، هيلعب جيم استحواذ وهيلعب ان هو يضغط وان هو يهاجم على طول. الراجل فكره دايما هجومي عكس فيريرا الراجل الثعلب كده اللي هيرص فرقته ورا وهيحط اتنين بس قدام، زيزو والجزيري والفريق كله بيدافع وهيعتمد على الكونتر اتاك المميزين بيه جدا والضربات الثابته الضربات الركنيه والفاولات اللي الزمالك خطير فيها جدا، زائد كمان انطلاقات امام عاشور وانطلاقات زيزو الصراع اللي بيطيروا بالكوره وبيعملوا هجمات مرتده خطيره فعلا كده، ويطلعوا على سيف الدين الجزيري ومرتداتهم بتكون خطر وبيقدروا ان هم يخلصوا. التسديدات من بره عند الزمالك مميزه جدا، كمان عند الاهلي في الفتره الاخيره شفناها كتير، شفنا ديانج بيسدد، شفنا كمان سافيو بيسدد كتير، شفنا عمرو السوليه بيسدد، اكرم توفيق كذا لاعب في الاهلي بيسدد، فهيكون في تسديدات من بره من الاهلي ومن الزمالك. حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي فايق جدا الفتره الاخيره وبيرجع لمستواه عكس عواد اللي كان عامل موسم جامد جدا الموسم اللي فات ودلوقتي مستواه مش احسن حاجه، فهنشوف مباراه قويه بين الاثنين، يا ترى مين يقدر يتفوق في الملعب، مين يقدر يقول انا بطل مصر فعلا ويقدر ياخد السوبر كده ويشيل البطوله ويتزق دفعه قويه جدا لقدام في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا. اتمناها طبعا باللون الاحمر، اتمناها للنادي الاهلي اكيد. قول لي رايك في الكومنتات وتوقعك لنتيجه المباراه، هتخلص كام كام بين الفريقين، مستني كومنتاتكم كلها وكل الكومنتات الصح معانا على طول بعد المباراه، واي سؤال عندك اساله لي كده في الكومنتات، وانتظر حلقه بكره، حلقه هتكون قويه جدا هنتكلم فيها عن التشكيل الافضل للاثنين واهم اوراق الاهلي واهم اوراق الزمالك، فاستنوها. اخبط بقى لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس واعمل فولو للصفحه على الفيس، واستناني باذن الله يوم المباراه كمان هيكون في لايفات وشغل عالي جدا. سلام.